يوم يقود الشعب حاكما حكيم به استثنى قدرا نادي دمت للحق دولة بفضل العزيز له. بالنسبة للأغنية الوطنية، الأغنية الوطنية موجودة منذ القدم. احنا نتكلم على أيام العصور القديمة ما قبل الإسلام، كانت موجودة من خلال فرق المنشدين والمرددين بقرع الطبول واستعمال بعض الآلات، ويكونون في الصفوف الخلفية للجيش. الجيوش دائما معروفين طبعا، الرماح والنبال والسيوف، وآخر شيء يكونون اللي هم يرددون الأناشيد ويرددون الكلمات الحماسية لإثارة الحماس وتجهيز الجيش وتهيئة النفوس. فإحنا هذا الشيء شفناه مثلا في فيلم الرسالة، إذا لاحظتوا في قرع الطبول وفي أشياء مثل هذه. ليش؟ علشان نحث الجنود على الهمة والعزم والشجاعة. فكانت موجودة الأغاني الوطنية منذ القدم. منتشرة في كل الجزيرة العربية، فكانت فنونهم معاهم، لأن كانت الفترة هذه فترة غزوات وتنقل، ويعني في لكن العرضة، وكانوا يسمونها ساعات يسمونها العرضة الحربية، يعني مو بس عرضة حربية، حتى لها تأثير في النفوس ولها أبعادها، أو يشيدون بأبطالها من هذا المكان. ومشت الحال على هذا الحال يعني، ولا تزال طبعا لا تزال. ما بين عام 50 بعد ما حكم الشيخ عبد الله الثاني، نذكر كنا نقول نشيد عروس الخليج ومهد اللآلي وأرض الجدود ودار المعالي، فكنا ننشدها بالطابور الصباحي، كنا في مرحلة متوسطة في ذاك الوقت. مطرب عبد اللطيف الكويتي غنى أيضا أغنية وطنية كذلك، اللي يقول فيها بالمنى والعربي فاز الليث العربي، نحن فزنا بهما فيك يا خير أبي، انظروا بدر الفلاح في سما المجد لاح، أحمد آل الصباح الأمير العربي. بلا شك أن الأغنية الوطنية لها تاريخ، والتاريخ هذا يرتبط بالأرض، طالما أن في أرض طالما أن في حدود، وطالما أن هذه الأرض لها وطن ولها شعب لها حاكم، بعتقد أن الأغنية الوطنية لها فضل. الحقيقة الأغنية الوطنية إحنا حمستنا وعرفناها وعشنا معها في الستينات في حرب مصر مع إسرائيل، كانت الأغاني في ذاك الوقت الله أكبر
والله زمن يا سلاحي، الحقيقة كانت من هذه المنطلق بدأنا نعيش مع الأغنية الوطنية ونحس فيها. فالأغنية الوطنية لها دور، أنا بعتبرها الكلمة الوطنية أسرع من الطلقة، أسرع من الصاروخ، تصل إلى أذان المتلقي. فالأغنية بالستينات كان لها دور فعال ودور بارز ومهم في الحروب. أحداث تفرض على الفنان أو الشاعر بالانفعال، ما في شك أحداث كثيرة، مثل الحرب الصامتة، حرب عندما كان عبد الكريم قاسم كان يطلع في الكويت، كان يطلع في المظاهرات، أيامها ما كنت يعني معروف، ولكن كنا نكتب شعارات وطنية. هني استنفروا أهل الكويت كلهم استنفار كله، عرضات زادت كل الفرق حماسية، الشعراء كلمة. الحقيقة في إذاعة الكويت يومياً تسجيل الفرق هذه، أغاني كلها حماسية، فما بالك بدور الفنان؟ أثارني هذا الموضوع من قبل الجماهير الكويتية، وبالتالي قلت لابد من مشاركة الفنان. فاتصلت في المرحوم أحمد باقر وقتها، قلت له يا أبو صلاح لابد حقيقة من أن يكون لنا إحنا دور، وخاصة أن الشعب الكويتي يعني بدأ يتظاهر في الشوارع ويهتف ويقول يا أبو سالم عطنا سلاح، يا أبو سالم عطنا سلاح. وظلينا نبحث عن الشاعر اللي ممكن أن يتجاوب مع الحدث ويستطيع أنه يقول لنا يعني قصيدة علشان لحنه. وبقول بالفعل تم الاتصال في الشاعر المرحوم عبد الله سنان. عبد الله سنان هو عمل أول نشيد وطني لحن وأغني في الكويت، وهو في عام 1961 أثناء أزمة عبد الكريم قاسم. شاهد الخليج غنى نشيد جميل يا حماة العرين. يا عوض كمل وراها مع فرق عسكرية، يعني عوض كمان كمل يا حماة للوطن صون حماها. يا حماة للوطن أرضي بلادي، بالمنى تشدو وبالأنف تنادي. يا حماة الدار من صان حماها، وأباد كل من يبغي رداها. يا حماة الدار من صانوا حماها، وأباد كل من يبغي رداها. لقنوا من قال عنها وعداها. وخذي عبد الله فضالة، هبي هبي يا بلادي، اشتعلت الكويت فيها حماس. نقدر نعتبر يا حماة العرين أول أغنية وطنية كتبت ولحنت وغنت وسجلت في الكويت. الإعلام بدأ الحقيقة متأخر عن وزارة التربية، وكان في ثقافة عالية للأستاذ أحمد باقر، قدم مع الأستاذ شهاد الخليج أغاني حقيقة وطنية جميلة، وقدموا من خلالها أغاني وطنية. إذا ما دعانا نداء الكفاح نهضنا
له عزمة وسلاح، ودرنا على ظلمة الطامعين، ليخلد فوق ربان الصباح ضياء جديد وشعب عنيد، وفي ساحة المجد نحن الرجال. أبناء الكويت قدموا أعمال تذكر الناس بحبهم لوطنهم، وكان يعني دورهم فعال في هذا، ولذلك انتشرت الأغنية الوطنية، وبالحماسة وبالعزم اللي صوروا فيه الأغنية الكويتية في ذاك الوقت، من عوض دوخي إلى محمود الكويتي إلى 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 سعود الراشد إلى غريد الشاطئ الله يرحمه في ذاك الوقت، فقدموا الأغنية بأجمل صورة. إحنا بعد ما طلعنا على الصورة يعني للحين، فكانوا في رواد وعلى رأسهم طبعا شاذ الخليج. شاذ الخليج قدم الأغنية، قدم يعني تخيل هو كان يدرس في مصر ورد الكويت عشان يشارك في أغنية بلادي أتيت إليك وهني. بلادي أتيت إليك وهني بقلبي وفكري وحبي وفني. بلادي أتيت إليك وهني بقلبي وفكري. يعني شعور جياش، هذا تلقينا عند الفنانين فقط، لا تلقينا عند كل المواطنين في الكويت الحمد لله، حبهم لوطنهم احنا نترجم بكل بساطة. سعود الراشد وغير منح يعني غير لون الأغنية الوطنية. الأستاذ سعود الراشد شنو سوى؟ رفرف يا عالم بلادي. بداية الاستقلال ظهرت الأغنية الوطنية، واذكر منها رفرف يا عالم بلادي لسعود الراشد رحمة الله عليه. كان علم جديد، ثوب جديد، هذه بداية النهضة وبداية الأغنية الوطنية بصورتها اللي احنا نشوفها الآن. في عمل بلادي كان أغنية وطنية طبعا، متأثر الاستاذ سعود الراشد في مصر. شبش الأمل عيون الولاء والصبا شاف العمل صغران في البلد، والعزم اتولد ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل صغران. الأغنية الوطنية جزء من تاريخنا، جزء من مشاعرنا وعاطفتنا كفنانين كمواطنين، فكلنا يعبر الفرق الشعبية الفنانين البحارة حب الوطن، هذا ما ينطر يعني تكليف من أحد ولا شيء، عشان فمن خلال هذه الأجواء فكانت تقام الاحتفالات،
بالكويت بالمناسبات، بالذات المناسبات الوطنية، عيد الاستقلال، عيد الجلوس، عبد الله السالم رحمة الله عليه. وبدأت الأغنية الوطنية، وبدأت صورة الأغنية الكويتية تأخذ شكلها من خلال فنانين كثيرين على الساحة الكويتية بيعبرون عن مشاعرهم. احنا بدأنا مع الأوبريت للأطفال، فبدأنا في نوع من أنواع الغناء اللي هو فيها عبارة عن ألعاب شعبية، وفي نفس الوقت فيها الحس الوطني من خلال المفردات الشعبية. الحقيقة كان مجهود طيب جدا، خصوصا ما قام فيه الفنان غنام الديقان واخوه شادي الخليج في الأعمال اللي قدموها في وزارة التربية، يعني لوحات مع الطلبة وكل لوحة لها مغنى. اليوم وين المدرسة؟ اليوم هدى لكن كود هدونا لكن كود هدونا. الحس في الأغنية الوطنية من خلال أغنية الأطفال. كان الأستاذ غنام الديقان هو من العمالقة الفنانين الكويتيين اللي يقوم في ترجمة هذه الأعمال وتلحين هذه الأعمال، وكان في كثير من الشعراء اللي كانوا يكتبون باللغة العربية وكانت تتكلم عن أحداث قوية جدا، وكان في نوع من الكورال الأطفال ومدرسين ومدرسات المدارس الكويت وزارة التربية، إضافة حق الموسيقيين اللي يشتغلون، كان كله لايف، شغل لايف، تعطي الجيل تذكيرة بالأجيال السابقة. كل لوحة تنشد وتبين هذه اللوحة سواء في ملابسها أو في عاداتها وفي تقاليدها أو زهوجات الأطفال القديمة. الأستاذ شادي الخليج كان لها ارتباط بالتاريخ الكويت، كان ارتباط بالإيقاعات الكويتية اللي كانت يعني كل الدول مجلس التعاون تسمعها وتشوف في الكلور الكويتي. هذا العمل هذا اللي يميز الأوبريتات القديمة. الوطنية طبعا فعلا ساعدت على انتشار الأغنية الوطنية من خلال الأوبريت، وهذا الشيء طبعا وجدناه في أوبريتات وزارة التربية، وخاصة اللي كتبها الأستاذ البرسلي واللي كتبها الأستاذ الدكتور عبد الله العتيبي ولحنها الأستاذ غنام الديقان وغناها الأستاذ شاد الخليج. هذه الأوبريتات الوطنية الجميلة يعني كان لها أكثر من موضوع. أول شيء توثيق التراث الموسيقي والتراث الفني من عادات وتقاليد، المناسبات الاجتماعية سواء مناسبات وطنية مناسبات
يعني المالد رمضان شعبان مثل كذي. الأغنية الوطنية الجميلة اللي قدمت ما ننسى طبعا فعلا يعني ما ننسى الأستاذ شال الخليج وأستاذ غنام ديقان والأخت سناء الخراس كذلك كانت من ضمن هذه المجموعة وقدموا مجموعة أغنيات وايد جميلة وايد حلوة. الناس تغنت وتعرفت على الكثير من الفنون سواء فنون بحرية فنون برية فنون المدينة من خلال هذه الأغنيات اللي قدمت من خلال وزارة التربية. صادق منها الكلمة الصادقة واللحن الصادق قدر يصل إلى مبتغاه. والحقيقة في أغاني جميلة مثل أوبريت إحنا طالع في صدر الأوبريتات أوبريت شاد الخليج اللي هو مع كلمة محمد الفايز ها نحن عدنا للسفينة والشهادة الجميلة وصدر التاريخ ومجموعة أغاني كتب عبد الله العتيبي واستاذ يعقوب غنيم الله يطول عمره فكانت لها روح ولها لذة في الكلام واللحن وتصل إلى قلوبنا قبل أذاننا وكنا نعيش فيها وما زالت الأوبريتات بخير وأدت مستواها اللي ما يقدم في الكويت. وأهم شيء غرس حب الوطن والولاء هذه العاطفة بدأنا من الطفل فكان الطفل يردد هذه الأعمال أعمال كثيرة والحمد لله وفقوا الفنانين في تقديمها بأجمل صورة. يعني ما يحضر لي لأن شيء كثير وجميل يعني الساحة مليئة بأصوات وأفكار ومبدعين قدموا الكثير في الساحة الفنية يعني يمكن كانوا كثيرين يحسدون على حبنا لوطننا وحبنا للكويت اللي عبرنا عنه بصورة يعني ما ينافسنا فيه إلا أخواننا في مصر. يعني الكلمة تصل إلى الأذان أسمى رصاصة وتحس وتعيش فيها وتحرك مشاعرك الكلمة سواء كانت رياضية أو وطنية أو الأوبريتات اللي كنا نتلقاها زمان في الستينات والسبعينات من أيام الله يذكره بالخير الله يطول عمره الأستاذ عبد العزيز فرشاد الخليل والأستاذ غنام الديقان يعني كانت تحرك مشاعر الجمهور وتحرك مشاعر المواطنين وعمل الأوبريتات الحقيقة يشهد لها التاريخ. Yeah.
الحقيقة كانت الأغنية الوطنية تبنتها وزارة التربية بتبني خاص، وتمنى الحقيقة يعني نهتم من خلال تكليفنا في الأغنية الوطنية، خصوصا أنا مع زملائي الأستاذ بدر بولسلي والأستاذ أبو لطيف البناي والأستاذ عبد الرحمن النجار، حتى في النصوص للأستاذ المرحوم محمد الفايز موطن الهولو، وتمت الأغنية الحقيقة لها صدى أكثر، وتمنى نهتم في النواحي اللي هي أثرة الغناء الشعبي. الأوبريتات ما زال حتى الآن هي الناس تتعامل معها ويدعونها ويحبون يشوفونها ويشاهدونها، أثرت تأثير كبير جدا في النشأ، يعني لأن قاعدين الحقيقة نحث أبنائنا وبناتنا في حب الوطن، حب الوطن سواء كان يعني بالنسبة للأغاني اللي انعملت في داخل الأوبريتات كلها عبارة عن يعني استنفار أو 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 حث لأبنائنا وبناتنا. احنا تعلمنا الأوبريتات من أستاذ عبد العزيز فرج وأستاذ غنام الديقان، فمشينا على خطاهم، ولو أننا شاركنا معهم في طلعنا من باب السور، أنا عمل طلعنا من باب السور، والأخ بدر بورس اللي عمل يم أحمد، والأستاذ يوسف ناصر ما يعني هم عمل أغاني، فكنا مشاركين ذاك، بس كان دورنا ثانوي في أوبريتات صغيرة، كنا نبحث على المطربة والمطرب أساس يغنون من طرف الأغاني هذه. فاللي عمله عبد العزيز فرج وغنام الديقان ما زال الملحن صداه يردد في عند المواطنين، له قبول وحضور ويحرك المشاعر الحقيقه. يعني تمنى احنا نقدم الغناء الشعبي الوطني في الحس الوطني، ومن خلال الايقاعات الجميله اللي ما كانت الاذن تسمح، حتى تصور كان في بعض برامج الاذاعه تخلي مقدمتها بس ايقاعات، كانت الاذن ما شبعت من الايقاعات الجميله مثل إيقاع الدزة وإيقاع الشابور، إيقاعات ما كانت معروفة أساساً إلا عند بعض الفرق الشعبية، لكنها مين فسرة مثل ما قدمناها من خلال الأغاني، وكان الحقيقة لها دور كبير الحقيقة للأستاذ سعيد بنا في توزيع هذه الأغاني وتقديمها. كنت في إذاعة الكويت وفي سنة 1960، طبعا احنا جابونا من القاهره مع فرقه موسيقيه تعزف تشيلو وملحن، طبعا اغاني بغريد الشاطئ، ولحنت كان ايامها موجود الاستاذ الفنان الكبير عوضو الدوخي برضو بعض الاغاني، بعض الالحان الوطنيه كانت في الايام دي كانت مهمه جدا. يعني المشهور في الايام دي عبد العزيز بفرج اللي هو شادي الخليج، كان لما تعرفنا بقى مع بعض والتقينا بقى في اعمال كبيره وطنيه زي صدى التاريخ اوبريتات، يعني اوبريت من ضمن الاوبريتات تلاقي فيها يعني حوالي يمكن 10-15 اغنيه وطنيه. كأنهم حولها العين والأدب، كويت والعرب
شوف هذا اللي هي التريدات الصغيرة كانت لها سادة جدا مهم، يعني لقيناه أو أرواح وناس وروها أو الإخوان يقدموها الإخوان، هذه الأغاني الجميلة يعني ما راح تمحى من الذاكرة الكويتية، خصوصا كان الأطفال هم من تبنى أو هم من كان يردد، وكانت هذه الأصوات تغنى بمنتهى البراءة ومنتهى الصدق. الأحداث السياسية طبعا ساعدت على ظهور كم هائل من الأغاني الوطنية، يعني إحنا كنا نعمل أغاني وطنية قبل الغزو وايد لأن حاسين الوضع غير طبيعي، والسادة المسؤولين في وزارة الإعلام كانوا يطلبون منا نعمل أغاني وطنية، وبعض الشخصيات من ضمنهم الشهيد الشيخ فهد الأحمد رحمه الله عليه، يعني عملنا شريط ألبوم كامل اسمه من أجلها. إيه لا شك إنها هي أثرت الحقيقة، لكن تمت الأغنية الوطنية عبارة عن شيء من العنف، يعني تبين عنا نتكلم عن فترة الغزو كانت فترة صعبة جدا، ويعني الناس اللي كانوا برا الكويت تحس إن هو طاير بالهواء، وإحنا ما كنا عارفين حقيقة يعني موقف الدول العربية من هذه الموضوع والعالم، ويهتز العالم كله لهذه الحادثة الأليمة. هو يعتمد طبعا على الحدث السياسي، الحدث اللي يصير، يعني إذا صارت لا سمح الله فيها نوع من الأزمة كذا، تلاقي كل الفنين يجتمعون مع بعض صوت ولحن ولكلمة ويترجمون حبا وولاء ودفاعا عن الوطن. الغزو الغاشم ما غير مسار الأغنية الكويتية، ولكن خلى في وجع في الأغنية الوطنية، يعني لما تسمع مثلا وطني النهار أو وطن النهار لما تسمعها تحس أنه في وجع في ألم. ليش يتبحت بعد الغزو الغاشم؟ لأن الفنان يتأثر بحب الكويت، يتأثر بمذهب حوله، يتأثر بأشياء كثيرة لدرجة أن ممكن هذا الفنان يصير جندي، ولكن جندي ما يحمل السلاح، جندي لسانه وروحه وقلبه. وطني وطن النهار النهار